الخاص عن أسئلة الجمهور اللي خصصناها في هذه الفترة للكابتن حسين عبد الغني. قبل ما ناخذ الأسئلة كابتن، كنت تتكلم أنت على المنتخب وعن جيل المنتخب، لكن أسألك الآن لو عرض عليك مرة ثانية ترجع تلعب في المنتخب تلعب ولا خلاص مالك رغبة؟ لا بالعكس، أنا في خدمة المفعيل، احنا قلت هذا الشيء من أول، طالما أنه إن أنا بلعب بالعكس أنا أتشرف إن أنا أخدم منتخب بلدي. ما صرنا نشوف الجمهور الأول اللي كان يحضر المنتخب، صح؟ هذا الآن الجمهور عبر الإعلام فون جماعة الخير تعالوا شجعوا المنتخب، ليش ما صرنا نشوفهم؟ هذا نتاج الشيء اللي احنا كنا بنتكلم عنه قبل فترة، إنه الآن أول في المنتخب التسعينات والثمانينات أنا قلت لك اللي كان يميزه الالتفاف الشارع الرياضي السعودي بشكل عام وكل السعوديين، أنا قلت يعني نساء ورجال وأطفال كان الكل ينتظر مباراة المنتخب وكأنه مناسبة. الآن للأسف يعني بعد ما صار التعصب في الإعلام والانقسامات الكبيرة اللي صارت وللأسف هذا اللاعب من النادي الفلاني وهذا اللاعب أهل المنتخب يلعب في نادية وهذا ضيع المنتخب يلعب في النادي المنافس، هذا الشيء اللي خلى الجماهير تبتعد عن التشجيع. لا وروح لأبعد من كذا، إنه للأسف صارت بعض الجماهير إذا ما أخذوا اللاعب الفلاني أو اللاعب الفلاني من النادي تتمنى خسارة المنتخب للأسف الشديد، وهذا الشيء طيب. إحنا كلنا يعني هذا واقع ملموس، يعني ما فينا إحنا ننكر يعني. ممتاز كابتن، نبدأ معك أسئلة المشاهدين وناخذ نشوف شو يقولون المشاهدين في هذا الجزء المخصص لهم. يلا نبدأ كابتن، تفضل. يلا التغريدة الأولى، أنت من طلب تيشيرت نيفز بعد نهاية مباراة نهائي كأس الملك أم هو من طلبه منك؟ والله شوف يعني أنا طلبتها هو طلبها، أنا ما يعني ما أنا ماني شايف فيها انتقاص إذا أنا طلبتها ولا نيفز طلبها، بالعكس ولا حاب إن أنا أتكلم في الموضوع هذا. في الأخير نيفز لاعب مميز بشكل كبير والآن هو انتقل للدوري الإماراتي، اتمنى له التوفيق. طيب لكن انا ما اشوف انه هذا موضوع يعني يستاهل انه احنا نتكلم فيه. طيب تغريده كابتن تقول شايف ان النصر قادر يحقق الدوري للمره الثالثه على التوالي؟ اكيد طبعا النصر عنده كل الادوات وعنده كل المقومات انه يحقق الدوري، يحققه ما يحققه هذا بعلم الغيب، لكن انا اتكلم كمقومات وادوات موجوده. نعم. طيب نشوف التغريده اللي بعدها شباب، احنا اخذنا التغريده هذه. كابتن، من ترشح كابتن للنصر بعدك؟ يا جماعه الخير تو الرجال موجود الله يطول في عمره ويخليه ان شاء الله. والله كثير في لعيبه كثير مميزين وقادرين ان هم يقودوا النصر، وفي صدقني في اكثر من لاعب ان شاء الله يعني قادر ان هو يقود النصر ان شاء الله. طيب التغريده القادمه، هل غياب جمهور النصر عن المباريات نقطه ضعف يستغلها الفريق المنافس؟ شفنا كثير كابتن مطالبات منكم الموسم الماضي حتى من الأمير فيصل بن تركي كان يقول يا جماعة الخير كيف تطالبوننا بالفوز وانتم ما تجون؟ أنا أختصر لك هي في حاجة واحدة، النصر لما ما كان بيقدم مستويات كبيرة وكان وكانت جماهير نادي النصر تحضر كانت، وعلى الرغم أن النصر يعني كان بيمر في مرحلة يعني ما كانت مرحلة ممتازة، لكن كانت الفرق اللي بتلعب مع النصر برهبة كبيرة بسبب جمهورها وانت قيس عليها. طيب التغريدة الجاية عبارة عن ثلاث أسئلة راح أسألك إياها واحد واحد. السؤال الأول، هدف سجلته مع النصر لا ينسى؟ والله يمكن الهدف في الاستقلال، يعني من الأهداف اللي أنا يعني بحكم أنها كانت يعني عودتنا للمباراة بهدف تعادل وكانت في وقت مهم، يمكن هذه من الأهداف اللي أنا ما أنساها بصراحة. أفضل رأس حربة لعبت معه؟ أنا لعبت معه كثير، لكن أنا أشوف أنه أميز لاعب مريت لعبت معه يعني بفريق واحد وفي المنتخب أشوف أنه عبيد الدوسري. ممتاز. وصف لنا الأمير فيصل بن تركي بكلمة. الله ما في أمل، ما صعب بكلمة، لكن أنا أقول شخص يعني محب لنادي النصر ما بيبخل عليهم بأي شيء واتمنى له التوفيق. جميل. صعب أنك توصف الأمير التركي يعني في شيء مختصر يعني. أعطيك أنا وصف بعد واحد، رجل يعني في النهاية. أوكي أكيد
أوكي، التغريدة القادمة: بداية مشوارك الرياضي كنت لاعب مهاجم، ما الذي حدث وأصبحت الظهير الدول في المملكة أو الظهير الأول في المملكة، وماذا يعني لك لقب الفتى الذهبي؟ والله شوف، طبعا أنا في بدايتي بدأت في من براعم الأهلي وناشئين، بالفعل كنت ألعب مهاجم، لكن يعني جاءت الظروف إن أنا ألعب يعني ظهير في المنتخب الشباب، لحاجة المنتخب وقتها لظهير، والحمد لله ربنا وفقني، وهي خيرة يعني في الأول وفي الأخير الإنسان ما يدري يعني فين الخير وفين الشيء الأصلح لي. كابتن، شو رايك بالألقاب بشكل عام؟ والله شوف، أنا دائما أقول يعني ما الألقاب، الجماهير هي اللي بتطلقها على اللاعبين وهي بتحب تتغنى بها، بالعكس ما هي شيء سلبي، بالعكس شيء محفز وشيء إيجابي. نعم، السؤال القادم كابتن حسين: إيش سر مواصلتك اللعب لفترة طويلة؟ ما شاء الله تبارك الله. والله أنا قلت إنه كرة، يعني إنه بالنسبة لي كرة القدم هي لعبة ولا هي عشق يعني، وشيء مستحيل أنا أحس نفسي إن أنا بعيد عنه، يمكن هذا هو السبب يعني، وإنه دائما يعني أنا في الكرة تحديدا أو في أي مجال أنت تبى تتخذه، لو حطيت أهداف لك وحققتها أتوقع إنه أنت هنا تكتفي. أنا بالنسبة لي يعني ما عندي أهداف في كرة القدم معينة، أهدافي فيها إن أنا أواصل لأقصى حد أنا أقدر أوصل له. النوم بدري، التغذية، عدم السهر، يعني طبعاً أكيد هذه العوامل، أكيد طبعاً هذه من الأساسيات يعني، لأنه أنت في الأخير هذه كرة قدم، فيها يطلب منك مجهود بدني ومجهود ذهني والتركيز، يعني هذه كل أشياء أكيد طبعاً لها دور بشكل كبير، لكن هو برضو الإنسان يحاول إنه يبعد عن الأمور الثانية اللي إحنا كنا نتكلم عنها، إنه ما يحط نفسه تحت الضغط بشكل كبير، يخلي دائماً إنه تركيزه لكرة القدم وفي المستطيل الأخضر فقط. طيب، إيش أبرز سلبيات هالموسم وإيجابياته؟ طبعاً مع انطلاقته الآن، يعني إحنا نشوف يعني في 3 جولات فقط، كيف شايف الموسم؟ خلينا نقول السلبيات: كثرة الإيقافات، صح، توقفات للدوري، أنا أتوقع يمكن هذه السلبيات اللي الآن موجودة بشكل كبير. يعني الإيجابيات لسه ما تقدر تقول إيجابيات، برضو السلبيات يعني ما أدري كيف، أن الحضور الجماهيري كان يعني في مباراة كثير ما كان في يعني حضور جماهيري، يعني لا زال الأهلي والاتحاد يغردون خارج السرب الحقيقة كابتن إلى الآن. أكيد طبعاً من العام الماضي وقبل لما الجماهير اللي بتحضر بكثافة، على الرغم في الفترة هذه اللي كان منافسين الهلال، النصر والهلال على قبل العام على بطولة الدوري وعلى كأس ولي العهد، لكن الحضور في المنطقة الغربية غير. طيب، لاعب تتمنى أن يكون معك بالفريق؟ والله شوف، ما تقدر تقول لاعب بعينه، لكن في لعيبة مميزين، يعني في لعيبة مميزين كثير، أتوقع أنه أي نادي في السعودية يتمنى أنهم يكونوا موجودين معهم، لكن لاعب باسم ما تقدر تقول، لأنه أنا أتوقع أنه لعيبة النصر حاليا يعني في مجموعة كبيرة، يعني الأندية الثانية تتمنى برضو أنه تواجدهم معهم. طيب كابتن، في سائل أيضا يسأل، أسأل عبد الغني: أيهما أفضل، دا سيلفا ولا كارينيو؟ والله شوف، الاثنين يعني خلينا نقول مدرسة واحدة لكن بطريقة مختلفة. كارينيو كان يعتمد على الاندفاع البدني، على الأشياء البدنية بشكل كبير، دي سيلفا على التكتيك وعلى اللعب في الأرض بشكل أكبر، فكل مدرب يعني مختلف، فما تقدر تقول، لكن في الأخير أنت حققت مع هذا لقب وحققت مع هذا، فصعب أنك أنت، لكن الاثنين مميزين جدا. كابتن، هل أبنائك راح يكملوا في مسيرتك بالكرة ولا مجالات أخرى؟ طبعا أنت ما شاء الله عندك عمر ومحمد ويزيد ومين الرابع؟ وعدي ويزيد. وعدي ويزيد، أربع أولاد ما شاء الله، شايفهم بالكرة كابتن ولا ما في أمل؟ والله شوف، في طبعا في يعني عندهم، لكن في العادة في الأخير هم واختياراتهم، أنا ما حتدخل في هذا الشيء نهائيا، يعني هم محرين في اختياراتهم، يعني صعب أنك أنت ترسم طريقك أو تختار الطريق لهذا، بلا هم في الأخير هم اللي اختاروا طريقهم بنفسهم، طالما أنه الطريق ما فيه غلط صحيح توكلوا على الله. طيب كابتن، في واحد يقول لك: أتمنى توصلونها لأبو عمر، حتوصل إن شاء الله لأبو عمر الآن،
جعلها تبطي سنينك يا الأسطورة، ليت حماسك توزع على لاعبين السعودية. الله يعطي العافية له، إن شاء الله اللاعبين فيهم الخير والبركة بإذن الله تعالى. طيب حناخذ أيضا مجموعة من التغريدات، نواصل تغريدات شباب. هل بإمكاننا أن نراك بعد الاعتزال مدرب لفريق النصر؟ والله ما أقدر، يعني أنا الآن يعني ما عندي شيء معين أو طريق معين أو خطة معينة، لا والله ما عندي هذا الشيء، ما أقدر أقول إيه أو لا، لكن أنا أتوقع إنه العمل في نادي النصر شيء يشرف أي شخص. بالمناسبة كابتن، كيف شايف أنت تعاقدات النصر هالموسم قبل ما نأخذ التغريدة الجاية؟ بالنسبة للعيبة الأجانب إن شاء الله إنه يعني أنا أتوقع إنه يمكن ما يقدم نفسه بشكل كبير، وشفنا الأداء اللي سواه. يعني بالنسبة ليونس ممكن يونس ما شارك أو شارك عدد قليل من إن شاء الله إنه في الفترة الجاية حيتأقلم ويكون إضافة للفريق بإذن الله تعالى. هذا بالنسبة للأجانب. بالنسبة للمحليين أتكلم عن نايف هزازي، يعني ما يحتاج له نايف، يعني من اللعيبة المعروفين يعني واللاعبين اللي عندهم مستويات كبيره. يعني اتمنى لهم عكاش نفس الشيء، يعني ممكن طيب. الناس بتقول انه ما قدم، لكن عكاش عنده الشيء الكثير اللي قدمه للنادي. طيب التغريده القادمه في حديث المشاهدين، كابتن ابو عمر، كم فرصه النصر بتحقيق ابطال اسيا هالسنه او القادمه؟ والله شوف، اكيد النصر يعني عنده حظوظ كبيره انه يحقق كاس اسيا زيه حاله حال الانديه السعوديه الثانيه المشاركه، لكن ما تقدر تحدد يعني نسبه مئويه بشكل كبير. لكن انا اشوف انه كل الفرق السعوديه عندها 50% انه هي تحقق البطوله هذه ان شاء الله، بالذات انه النصر يعني لو كان في وضعه الطبيعي وكان الفريق كامل، انا اتوقع انه له حظوظ كبيره ان شاء الله انه هو يعني اذا ما حقق البطوله انه يكون في نعم. طرف في النهاية. طيب ما رأيك بتعدد النجوم في كل مركز في نادي النصر؟ أنا هذا الشيء اللي احنا بنتكلم عنه، هذا الشيء الإيجابي اللي احنا بنقوله، هذا الشيء اللي بيخلق التنافس داخل الفريق ويكون لمصلحة الفريق، بيكون مقلق للمدرب، متعب للمدرب، الضغط كله على المدرب، لكن بالنسبة للفريق بيكون في أريحية كبيرة، لأنه هذا الشيء بيكون إنه الأفضل هو اللي حيلعب، فهذا شيء إيجابي. نعم. على طاري آسيا، كابتن الأمير عبد الرحمن بن مساعد كان يتكلم قبل فترة قبل ما يمشي الله يذكره بالخير، بأنه آسيا مستعصية ليس فقط على الهلال، على كل الأندية السعودية. هذا رأي رجل رئيس نادي الهلال في فترة سابقة يراها من منظوره هو الشخصي، من منظور فني هل بالفعل هي صعبة علينا يا كابتن؟ لا والله ما هي صعبة، أنا ما أشوف أنه هي، شوف أي بطولة أكيد ما بتكون هي سهلة طبعا، أنا أقصد أنه ما هي مستحيلة. كل بطولة بتلعبها بتكون، حتى لو بتلعب بطولة الخليج، لو انت ما بتأدي 100% ما حتحصل على بطولة الخليج. فما في شيء سهل، يعني ما في شيء سهل. اكيد ترى الان اندية شرق اسيا بتشتغل، بالذات في الصين بيشتغلوا بشكل كبير، الاندية الخليجية بتشتغل، فما في شيء سهل يعني. لكن انا اتوقع انه الاندية السعودية قادرة انه هي تحقق هذه البطولة، يعني ما هي مستحيلة علينا ان شاء الله. كابتن، يعني اذا الانديه تشتغل في شرق اسيا، كم الانديه السعوديه قاعده تضخ يعني مبالغ غير طبيعيه؟ يعني اليوم الانديه السعوديه البعض منها صار يصرف تقريبا 100 مليون دولار في الموسم، يعني تتكلم عن 300 مليون ريال. بس خلينا نقول انه حتى البيئه هناك مساعده بشكل اكبر، البيئه للانديه المساعده بشكل اكبر، يعني ما هي المساله، مو مساله يعني مسألة إنه إحنا بنتكلم عن نجوم وحضار نجوم. إحنا في سنتين كنا قريبين إنه إحنا نحققها، الأهلي والهلال كانوا قريبين إنه هم يحققوها، بالذات الهلال كان جميل. يعني بشكل كبير بحكم المباراة كانت ذهاب وإياب والنهائي كان في الرياض، لكن هي توفيق وعدم توفيق، لكن أنا أتوقع إنه الأندية السعودية قادرة إن شاء الله إنه يتحققها. طيب واحد يسأل يقول تراه يعشق المدرب البرازيلي راموس، هذا طبعا واحد مرسل ليها. أكيد طبعا. ولا يزال مدرب نيبوشا عالق في ذاكرته. طبعا نيبوشا من المدربين اللي يستفزك عشان يطلع كل اللي عندك. هذا ترى شيء مو سهل ولا هو شيء يعني بسيط.
ترى تقريبا انا اشبه نيبوشا طبعا مع الفوارق الفنيه الكبيره طبعا اكيد بمورينيو، عنده نفس الاسلوب في استفزازك انت كلاعب لاعب وهو لاعب فريقه، استفزه عشان يستخرج ويستخلص منه كل شيء. نيبوشا كان من المدربين اللي لعبوا على الوتر هذا بشكل كبير، وكان طيب. يعني بالفعل كان يخلينا ننزل الملعب ما ندري ايش نسوي بس نبي نجري. ممتاز كابتن، باقي لنا دقيقة واحدة 40 ثانية بخليها لك و10 ثواني لي لو سمحت، تفضل كابتن قول اللي في خاطرك. لا ما في شيء، انا بس احب اشكرك على اللقاء هذا وعلى فريق الاعداد والمصورين واتمنى لكم التوفيق، واشكرك واشكر قناة ام بي سي على حاجة، على استقطابكم للنجوم في التحليل. انا اتوقع انه هذه كانت بالفعل هذا شيء يحسب لكم، يعني اللاعبين اللي كانوا معتزلين قريب او بطلوا او ابتعدوا عن الكوره انا اشكركم على استقطابهم. زي مين كابتن؟ سميهم يحسب لكم سميهم كابتن سميهم عشان والله كثير، في الصقري وفي مناف وفي محمد خوجه وفي مسعد ويعني مجموعه كبيره، وعبد الطيف وبدر الحقباني، بصراحه يعني هذا الشيء انت تشكروا عليه بصراحه بالفعل، يعني هذا الشيء بالفعل خلينا نكتشف مواهب جديده، خلينا نشوف فكر جديد. طيب. اتمنى لكم التوفيق واشكر الساده المشاهدين وكل عام وانت بخير ان شاء الله. طيب وانت بخير كابتن، المشجع النصراوي ايش تقول له اخيرا اللي زعلانين عليكم؟ انا اقول ان شاء الله انه لا يقلق على الفريق، ان شاء الله الفريق باذن الله تعالى وضعه جيد، وان شاء الله باذن الله حيشوفوا بعد فتره التوقف بشكل افضل، مو بعودة حسين لا، بعودة الفريق وعودة الروح إن شاء الله للفريق بإذن الله تعالى. وإحنا هي كانت مرحلة كان الفريق محتاج فوز وتحقق في الجولة اللي راحت، وإن شاء الله اللي راحت، وإن شاء الله بإذن الله تعالى حيشوف نصر مختلف بعد التوقف بإذن الله تعالى. كثير أسئلة سألت كابتن، متى بيعتزل حسين عبد الغني؟ وحتى على تليفوني الخاص ناس تسألني أسأل السؤال. قاعد على قلبكم لا تخافون، قاعد مو برايح إن شاء الله قاعد. 45 وقت ما ربنا يريد ان شاء الله انا حبتعد. 45 شوفوا بيقعد لكم الا 45، اليوم عمره ما شاء الله 39 سنه ما شاء الله تبارك الله، بيقعد ال 45 46 صح كابتن؟ انا قلت لك لين ربنا ما ان شاء الله يريد هذا اكيد، يعني الله يعطيك الصحه والعافيه، الحياه كل شيء كل بدايه ولها نهايه. الله يعطيك الصحه والعافيه. انا على المستوى الشخصي اشكرك كابتن انك اخترت ام بي سي برو سبورتس وتحديدا برو سنتر والضيف الخاص انك تكون موجود معنا بعد غياب طويل واطلاله اولى لك قبل العوده للملاعب الرياضيه، نتمنى لك ان شاء الله الصحه والعافيه وان نشوفك في الملاعب ونشوف احصائياتك الموسم الحالي مثل ما شفناها في المواسم السابقه، احصائيات مميزه وكبيره. اشكرك كابتن على المستوى الشخصي، اتمنى لك التوفيق وتستمر ان شاء الله العلاقه المميزه معك كابتن. انا على المستوى الشخصي اسعد كثيرا بصداقتك وصداقه كثير من اللاعبين المميزين امثالك. شكرا كابتن. شكرا ايضا لاداره نادي النصر، يعني الاستاذ سالم العثمان الحقيقه على ايضا تسهيله لهذا الامر، باداره الامير فيصل بن تركي. نشوفكم باذن الله تعالى بعد العيد، الله يجعلنا وياكم ان شاء الله تعالى من المقبولين كل عام وانتم بالف خير في ملعب.